بأثر علينا في المجالات شتى، كل المجالات يعني مش إلا مجال واحد. طلع لحق الحاجة تغلقة، نشتري الحاجة عملنا بثامنة وزلقة. زارع لي شيقي 15 سنة قال بيتي الآن يوم حصل المنظمة تزارع المنظمة معي تعاوني. شبكة الري الحديثة هذه إن شاء الله ستنفعنا إحنا كثير لمعيشتنا ولتوفير المياه، وإن شاء الله برضو ستنفعنا بمعيشتنا، يعني بيكون المردود أكثر والمحصول أكثر والمحصول أحسن مما كان عليه سابقا إن شاء الله. الحمد لله الآن يكفيني المزارع، عند اللي ما أطل يطلع ماء أسقي، عند اللي قطارة، عند اللي سامان.